دل طبعا الأشياء الجوهرية اللي حصلت في الشهر الماضي، اللهم صل على الحبيب، هذه تم اختراق ترند هابط من عيار ثقيل، جعل دل ما شاء الله تبارك الله تتحرك وتكشف قمة التاريخية منذ الإدراج، وهي قمة عام 2014، وحصل حتى اختراق لها لكن لم يغلق السهم فوقها، وهي مستويات 82.15 كانت الهاي في 2014، اللي هنا 32.43 ما شاء الله. طيب وخلينا نشوف في عندنا هنا ايوه ما شاء الله. طيب هو ضغط الان نزل تحت القناه اللي اخترقها، هذه قناه من عام 2016 مرورا ب 2018 مددناه من القمه 75، عندنا هنا يفترض 77 ما تنكسر، هذا نبغى نعتبره كسر مضاربي لانه الاغلاق الشهري حصل فوقه. لكن في شيء احنا يخلينا دائما لما نشوف كسر على طول بمنظر زي كده، هل الترند ده لما اخترقناه اختبرناه؟ ما اختبرناه يا جماعه، لم نختبره بعد، وهو جاي ما بين منطقه ال 78 فيبو 71.5 الى 68.5، ولكن والله بعيد. لذلك نحن يهمنا الآن في دلة التمركز فوق 77، التداول تحته يجب الانتباه، يا يثبت فوق 77 ويكمل، يا ترى هذا تذبذب 7 ريال في اليوم، يعني ممكن ترى بالراحة يسوي لنا شمعة وتد يضغط. دائما أحلى مناطق المناورة والدخول فيه ما بين 71.5 و68 ريال، هذا حتكون هذا الدعم الشهري، هذا الدعم الاستراتيجي، هذا أهم نقطة على الشهري. في حال السهم في شهر 7 حصل عنده دروب وتراجع السهم وكسر 77 ونزل تحته، هو اليوم مقفل 76.5، هل بكرة يفتح ويبقى؟ إذا بقي فوق 77 أمورنا طيب، يعني السهم تبقى المقاومة 82-83 على النظرية وقمة السابقة، لو اخترقها إن شاء الله يشق الطريق ويكشف مناطق ال 95 ريال مستقبلا. السهم قوي يا شباب بما لا يدع مجال للشك، ويذكرني في رعاية دلة ورعاية صورة طبق الأصل، وإن اختلفت الأرقام ولكن نفس الفكرة، في اختراقات صريحة لمسارات هابطة رئيسية وتوحي لنا إنه ما شاء الله القادم أجمل. بس دائما المضارب الناجح هو اللي يقتنص السهم في مناطق تستحق، زي مناطق الاختبار دي، بما أنه دلنا ما اختبرها تبقى دائما، يعني حطوها كده قدامكم إنه متى أنا أكتبها في ورقة وقلم، متى دل أنا يغريني أنا مني في السهم الآن. وإذا كنت في وسط السهم لازم يكون عندك كاش احتياطي عشان تجاري السهم لو حصل هذا السلوك. أما من الناحية المضاربية طبعا فوق 77 السهم دائما من أهم مقاوماته خلال الشهر، دائما مناطق 82-83 ريال. نخش على السهم اللي بعده رعاية.